الفيديو ده يا شباب هنكون بنتكلم مع بعض عن تيل اوف تو سيتيز، بس المرة دي بدل ما نقرا الشابتر نقرا الكويستشنز ونناقشها مع بعض، وادي لك فرصة ان انت ممكن تسمعها معايا. تيل اوف تو سيتيز تالتة على الصف السادس الاعدادي تجريبي شابتر 1 ذا شوب اوف مسيو دي فاك. فتفعنا ان القصة تيل اوف تو سيتيز يعني قصة مدينتين، المدينتين دول احنا اتفقنا ان هما France and Paris, the capital of Paris, and London, the capital of England. فالسؤال الأول بيقول describe، أنا بشاور لكم أهو، describe San Antoine and the people who live there. أوصف لي الحي بتاع San Antoine اللي في باريس والناس اللي عايشة هناك. ممكن أقسم الإجابة لنفسي 1 2 3 عشان أعرف أحفظ. Number 1 San Antoine was one of the poorest parts of Paris. تمام، من أفقر الأحياء في باريس. Number two, the children who lived there had the faces of old men. الأطفال من قلة الفلوس والفقر وقلة الأكل عندهم the faces of old men، يعني وشوشهم عجزت. Hunger seemed، الجوع seemed to be written on the faces of everyone. الجوع مرسوم على أو مكتوب على وشوشهم. يبقى أنت بتقسمها لنفسك 1 2 3. السؤال الثاني عشان ما نضيعش الوقت بتاع الفيديو. What did the shops of San Antoine contain؟ لما ندخل الحي ده نلاقي San Antoine المحلات فيها ايه؟ It contained the worst bits of meat، أسوأ أنواع اللحوم. And cheapest loaves، وأرخص أنواع العيش. Some shops contained the sharpest knives، عشان هما بيحضروا لثورة. فمعظم بعض المحلات فيها ايه بقى؟ sharpest knives اللي هما بيجهزوا عشان الريفولوشن، الثورة ضد الناس الأغنياء. And the most dangerous guns. ماشي. طب what happened to the large cask of wine؟ احنا اتفقنا ان مسيو دي فارج كان باعت يجيب براميل خمر عشان هو عنده واين شوب، فبيقول لي ايه اللي حصل للكاسك؟ كاسك يعني برميل. هنقول it dropped and broken، وقع اتكسر in one of the streets of San Antoine، في احدى شوارع حي سان انطوان. بدأت الريد واين بقى began to run over the stones، بدأت الميه الواين اللي في البرميل تيجي على الأرض في كل حتة، وكونت little pools يعني برك صغيرة. 4 What did people do when the cask of wine dropped and broken؟ الناس عملت إيه بقى؟ الناس اللي مش لاقية العيش لقت dropped of wine، سوري يعني لقت cask of wine وقع في الأرض. No people ran to the spot، ممكن نقسمها 1 2 3 كده، نقول أدي أول حاجة people ran to the spot. Number 2 some of them، ممكن نقول كده some of them knelt trying to drink wine. ممكن يعني انت بتعمل نفسك طريقة بحيث انك تقدر تحفظ. اوكي بعد كده نقدر نقول others، البعض الاخر brought cups of wine، sorry cups، and جابوا cups كوبايات فاضية. And other people dipped clothes، والبعض التاني حط قماشة. And put them in their mouths، وحطوها فين؟ في بقهم. تمام؟ نيجي للسؤال رقم 5. What did، يعني عايز اقول في نمبر 4 ان الناس ركعت على رجليها عشان تشرب بكل الطرق، يعني اللي جاب كوبايه واللي جاب قماشه واللي حط ايديه في الطين وقعد يشرب. المهم كلهم they drank زي ما احنا قلنا قبل كده muddy wine، يعني خمره بالطين بتاعها. What did Gaspar do with the wine؟ عمل ايه جاسبر؟ راجل تول مان كده اسمه جاسبر، عمل ايه؟ هنقول نقسمها لنفسنا. He dipped his finger in the muddy wine and wrote the word blood. راح جاء على الحيطة وكتب كلمة blood on the wall. He meant that the time would come، يقصد ايه بالكلام ده؟ ان هيجي الوقت and the blood would flow يعني يتدفق، الدم هيتدفق in the streets. دم مين لو سألتك هتقول لي دم ال rich people اللي هم هينتقموا منهم. طب تمام شوف مع بعض حاجة كمان. How was Monsieur Defarge؟ اوصفه لي. هنقول he was strongly built man، رجل قوي. عنده قد ايه مستر؟ عنده 30 سنة، about 30. Good natured، طبيعته حلوة. He showed strong will، عنده إرادة قوية. He was a man to be feared، يعني راجل يتخاف إيه منه. Number 7 طبعا السيو دي فارج لما البرميل وقع اتكسر زعل وقال كده، قال الجملة دي It's not my affair، يعني ده مش شغلي.
as the barrel was broken they must bring me another one. ايه هم يجيبوا اللي كسروه يجيبوا لي غيره. هنقول الكلام ده من الكومنت لما نعمل كومنت على الكلام ده يعني تعليق. Monsieur Dufour said this when the barrel dropped and broken. لما البرل وقع he wanted another one. تمام. Gasper, are you crazy؟ لما الأب يكتب على الحيطة قال له أنت مجنون. Why do you write in public؟ ليه بتكتب في مكان عام؟ لا الكلام ده Monsieur Dufour to Gasper when he wrote the word blood on the wall with the red wine. He didn't want Gasper to write in public. يعني ما تكتبش قدام الناس وتعرف الناس الحاجة اللي احنا بنخطط لها. تمام؟ تمام. نيجي بعد كده لسؤال نمبر 9. How was أخبار دوسة في مدام ديفار؟ مدام ديفار she was a woman of 30 عندها 30 سنة دي رقم واحد. She had very keen eyes يعني عينيها قوية. And great calmness of manner. وشخصية هادية كده يعني بس هدوء مخيف. Number 10. What on earth are those? مين دول وبيعملوا ايه هنا؟ ده مسيو دي فارج لما دخل الوان شوب لقى مستر لوري ولوسي ما كانش يعرفهم يعني. مسيو دي فارج to himself about two strangers who were in the shop. طبعا اللي هم انت عارفهم لوسي and مستر لوري. Okay. طيب نكمل حاجة كمان. Number 11. It isn't often that this miserable creature. هنا اللي مشتركين مع الريفولوشن مع مسيو ديفارج كلهم اسمهم جاكي، جاكي 1، جاكي 2، هم مسمين نفسهم اسم حركة يعني. ده واحد منهم اهو السكند جاكي قال الجملة دي، قال الناس دي غلابة جدا مش كتير قوي بيلاقوا العيش فتخيلوا These miserable people found wine on the red, sorry, red wine on the floor, يعني أو on the ground. فدي قالها second jacket to the forge about the wine, تكلم عن الواين, which is spilt, دلقت from the spilt, sorry, spilt, يعني دلقت, spilt. From the broken barrel, من البرميل المكسور. He meant that those Poor people never tasted wine. ما دقوش واين في حياته لأن هم فعلا كانوا very poor. Number 12. Who were the old man and the young? كانوا مين؟ أنا لسه كنت بقول من شوية. كانوا مستر لوري and لوسي مانر. What did Defarge do when he recognized Lucy? أو ممكن نقولها بطريقة تانية. What surprising thing did Defarge do? Defarge الأب بقى لما اكتشف سوري مسيو دي فارج لما اكتشف ان دي لوسي يعني اللي هي بنت الشخص اللي في يوم من الايام كان هو السيرفنت بتاعه. He went down on his knees and kissed Lucy's hand بس على ايدها because she was هو he was a servant of her father. دكتور ميد كان زمان هو شغال سيرفنت عند باباه. طيب ماشي مين هو كمان بنسال who was Mr. Jarvis Lorry. مين هو جارفيس لوري؟ He worked in Kelson's bank and old friend of Dr. Manette كان صديق لباباها. He was in charge of Lucy's money and her education. لأن الوحيد اللي فضلت لوسي معاه وهي طفلة هو مستر لوري لأن مامتها ماتت وباباها دخل السجن. Who was Miss Pross؟ دي الدادة بتاعتها. She was an English woman caring for Lucy تهتم يعني بلوسي since she was a child من وهي طفلة. Mr. Lorry respected her بيحترمها جدا. What was the strange news from Paris? إيه الأخبار اللي جت من Paris? The strange news was that Dr. Manette was thought to be dead. اللي كنا بنقول عليه who was thought to be dead was a prisoner. طلع سجين مش ميت in the Bastille and he was set free. طلع براءة. He was in the care of Defarge. تاني بيه Defarge في الوان شوب بتاعه. Why couldn't Dr. Manette bear the presence of others? ليه ما بيستحملش حد يكون موجود؟ As he was a prisoner in the Bastille for so long. فضل في البستيل 18 سنة زي ما قلت لك. فبقى في زنزانة انفرادي فصعب عليه نشوف ناس تانية. Why was Dr. Manette's room kept locked? ليه رحنا لقينا سيدي فرج قافل عليه؟ As he was a prisoner in the Bastille for so long time. هي نفس الإجابة. Do you make show هنا بقى لما راح مستر لوري لقى ان في ناس بتتفرج عليه من الكراكس الشقوق اللي في الخشب. قال له Do you make a show؟ بيقول لي مسيو دي فورج انت بتعمل
شو يعني انت بتعمل عليه شو؟ هيرد يقول له اه يا مستر لوري اللي قال الكلام ده تو دي فرج وين هي سو 3 جي كي لوكينج ات دكتور منات. اوكي لوكينج ات دكتور منات. اوكي اهو الدكتور منات ثرو ذا كراكس ان ذا دور، بيبص عليه منين؟ من الباب. طيب I'm afraid of him، انا خايفه. مين اللي قالت كده؟ This was said by Lucy to دكتور منات. تمام ادي حاجه. حاجه تانية امتى بقى قالتها؟ in front of the room in front of دكتور منات. She was afraid، she was afraid. okay she was afraid as she was going to meet her father for the first day for the first time. السؤال الأخير what was Dr. Manette doing when he saw when she saw him in the room أو when they يعني ممكن الكلمة دي تبقى they أنا هصلحها when they saw him in the room he was making shoes. خلاص كان بيعمل إيه؟ سهلة جدا الحاجة. خلاص احنا كده ايه نكون خلصنا شابتر 1. تمام يا شباب بتذاكر وبتقسم الحاجة لإجابات لنفسك تلاقي الدنيا سهلة جدا. أشوفكم المرة الجاية في شابتر 2 ومرة تانية في البودكاست.